ما فماش اختيارات كبيره، هما في الدفاع كم هما الاربعه الطالبي بليل العبدي والمثلوثي، فما في الشوا في الميليتر رام، معناها فما خمسه ولا اربعه لاعبين ينجم يختار منهم، معناها وانا ماذا بيه يكون الصخيري والمجبري مع بعضهم. انا المجبري على خاطر معناها الكاليتي اللي عنده، معناها لاعب ينجم الاوفنسيف، لازمنا نمشيو للمركب ميكرو هيث والقدام المساكني والجزيري ورفيعه كهو، معناها ممكن ملاعبي بركه وممكن المجبري خاطر على على الاجواء غاديك ومش متعود يلعب في الافريق وبرشا حوايج اخرى. ما تبقينا انا في بالي يبدا به هو خير تشوف انه المجبري ينجم يفيد غدوه المنتخب، ينجم السخيري والعيدوني بريسك ميم ستيل ميم بروفيل. ايه فوالا المجبي ينجم يعيننا شويه لقدام على خاطر رفيعه مش باقي يلعب برشا في المنتخب، زاد ينجم يعني يعطيك 100%. جزيره المساكني هذوما معناها الملاعبيه معناها نعرفوهم بالباهي، ينجموا يعاونونا ولازمنا خويا لازمنا نماركيو ولازمنا نشدوا كوره، خاطر شفت الماتش الاخر شفنا المنتخب القما مش منتخب سهل. ما نحبوش مفاجات غير ساره، وان شاء الله ان شاء الله يكون المنظر الكبير يختار ال 11 الباهيين ان شاء الله.